لتنفيذ هالموديل نحن بحاجة لحشوة، قمطة ومنديل مزين. بالبداية بنربط الشعر بالربطة ومنثبت فوق الحشوة بشكل جيد. مندخل القمطة، منرجع منزيد الحشوة لإعطاء حجم أكتر للرأس. ومنثبتها بالأسفل بدبوس. من بعدها منخفي الحشوة بالقمطة. نوضع المنديل على أول الرأس بشكل أنه يكون عنا طرف طويل وطرف قصير. منثبت أول جهة على جنب بشكل جيد. نرجع مناخد الطرف القصير ومنثبته على جنب أول جهة. منرفع قسم من الطرف الطويل ومنثبته على جنب. منرجع منجمع كل القسم على بعضه ومنثبته بشكل جيد. وهيك منكون حصلنا على موديل جميل وعصري بنفس الوقت.